ليكيب السلام عليكم، صباح الخير عليكم، نهاركم زين. جبنا لكم الميدة هذه في شبوب، كاين امهات راح تعجبهم وكاين امهات راحين يتفرجوا فيها برك، الامهات اخرين راحين يتفرجوا فيها برك. شوفي من الفوق راح تلقاها تجي ديكور ومامطو كيما نقولوا احنا. يا ولدي بركه ما سبحت، سبح سبح سبح. هذه دير 180 فيها الكاري فيها الرو كيما راكم تشوفوا فيها، وكلعها بلاستيك. هذه دير 180 والديكور راه يكون مختلف من الفوق. اكي على بالك مدام، ساعه يجي هكذا هكذا، ساعه ساعه الانسان يبدل به يجي هكذا الفكره هذه تجي تكون شابه. وكاين الكاري تاعها، انا عجبتني الكاري والرو عجبوني في زوجه، يعني هذه تاع رمضان ديري فوق الفطير وتعجني فوق الفطير مدام. وقولي لي ما نعرف ليش هذه تعجني فوق الفطير، فهمتي ولا ما فهمتيش؟ يا حسرة، يوم نجي نشعل الضوء نريب الحالة. الصاروخ لا متشعلش الضوء هذا من هذي تاع فطير، هذي تاع قاعدة تاع فطير. ومهم راك اليوم تلقيها وغدوة ما كاش. والسوتاز هذي ثاني نقولو مقلة ولا نقولو سوتاز، هذي ثاني شبوبي دير 140 ألف، كاينة هكذا وكاينة ثاني فريتاز دير 200 ألف. جبناكم اليوم فريتاز ما طرحناها غير كي برك، هذه حجم كبير حجم صغير كذا منه منيه 175 200 ألف. اللوزي يا اللوزي اللوزي يا او كثر البرطاج. وقال لك اسمع البورس با، خلي من بعد نقول لك. ما شاء الله سلعه وسومه والله. واحد هذا كان يقطع فيك في اللايف والله غير تعرف. شوف ايه والامهات جبنا لكم هذه ثاني. نقولوا اكرمكم الله توجور، نقولوا هذه تقدر ديريها للملابس، تقدر ديريها بوباله اكرمكم الله. يعني حوايج هذوما ما منعتهمش مع الصباح، بصح انا نعتو في السلعه الله غالب. هذه الخبزه جات هك سلعه امهات والله ما تبان ديجا قومه ما خلاص. ها حوايج هذوما ما منعتهمش مع الصباح، خلي نعتوكم غير الافكار الشابه. اسمع سنتري هذيك مخلط ما تديش كل قري. كي جاتك مدام قالت لك اعطيني واحده بيضه، جات لك واحده تقول لك اعطيني روز، خلط ولدي خلط خلط تدي كل قري. انا راك انت اللي قلت له والله غير انت اللي قلت له، ما نعرفكش السيرو خريبك الزر وقوموش جيب خبر مره والله مو جيب خبر مره. روح كثر البارطاج برك وهز السلعه. عمي اللوزيه عمي الامهات، هذه الفكره هذه في الشبوبه كاين امهات ما يفهموهاش واش هي. هذو نقول لهم شغل كيما نقولوا حنا ارموار بانكار اللي يجي من الفوق هذاك اللي يتعلق يحطوا فيه مانيش عارف يديروا فيه، دير لها سيبورات من تحتها مدام وتعلقي فيها والله مانيش عارف، تحطي فيها قش في الكوزينه وخلاص دير 450. كاينه هذه ثاني نفس الشيء مايده، كاين امهات بالك شي يعرفوها كاين امهات ما يعرفوهاش. هذه السعر تاعها 45 ألف ورجليها ينصلوا، رجليها ينصلوا. هذه بومب هكذا. جبنا لكم واحد الفيتوات هكذا ثاني في الشبوب ب 100 ألف، في الشبوب ب 100 ألف، في الشبوبي يا مدام. ها في الشبوبي كي نقول لك في الشبوبي، في الشبوبي صح. برمه حمراء ثاني، هذه برمه حمراء هذه ما تندبيش عليها مدام. هذه تاع 12 نيطرا، ها افير مسفوف افير كذا 12 نيطرا مانيش عارف الواه يديروها. لا بريبار ثاني يحتاجوها بزاف هذه الواه عراسي عراسي، ومطحون ما تزول مدام. كي نقول لك مطحون ما تزول زيد. اللوزية بيدون 3 بياس رانا جبنا منه، بيدون 3 بياس 65 خلط منه ليكولاري. سقساتني واحد لادام وثاني سقساتني البورس ماكياج، بالله على ليه ما عندكمش تاع ماجور تحوس على الرو، تحوس على الرو فرهم فرهم ان شاء الله باش يجي يديو. زيد الصاروخة يصب لانه المهم راك تنوضي بكري، نوضي بكري نوضي بكري تدي السلعة. انا كي تجيني دوك بن ثابت هنا يعني دوك الواه لي فيرين هذو ثاني في الشبوب، تقدري تقولي فيرين تقدري تقولي كيسان تقدري تقولي السومه تاعهم قداه. اللوزي راه يقول لك 95 ألف، هادو 95 ألف. بعدين شويه نزيدو نطرحو سلعه جديده، اذا دخلت سلعه ضرحت انا في الرخا كي عوتي واحد برك بعدا يجيو ليكيب تاعي يصبحوا لك دين. هذه ثاني بورتمونجي ومام طو كيما نقولو حنا سكرفاج، سكرفاج كيما راكي تشوفي يا مدام سكرفاج ومام طو بورتمونجي. هذه ما تدميش عليها الحاجات، هذه على بالك بلي تاع لامبورطاسيون صبحت تدير دوك اليوم 180 120 ألف حاشاك، وهي تاع البلاد خير منها، تاع الجزائر خير منها بقداه دير 35 ألف. تاع الجزائر خير منها وفيها ايكولار في الشبوب ثانية، ايكولار في الشبوب ماشي هضره برك، يعني نقول لك فمو ملا فمو ملا. ها زيد جبنا لكم العصاره تاع القارس هذه والله تقولي تاع تشينا
تعتينا ها كي دايره من الداخل لهنا يتطراسي ولا هنا هاي كي دايره اسمع اللوزيه وينيه اي فيه تيب واحد يا ودي الفورنو مش خدمه يا ساروخ اخويا اللي يدير فورنو في المحل اللي يدير فورنو في المحل ما يخدمش يا انا كش من هاشني خي انا ذني انا ذني معلم ودوك نجي من الفورنو ونقعد صار انا نظل تحت الماتريال تحت الكماين النهار كامل وانا هاج الطرق السيميات كلات لي راسي انت تسمى انا ذني دوك نجي سامي الفورنو ونقعد من بعد نقول النبيل الكيرد هذه الهضره نقول له الساروخ يحوس يدير فورنو والله غير دوك تشوكي يقول لك دوك تشوكي تانا نظل تانا لي انا معلم نور مامو انا اللي لازمني الفورنو هذا الساروخ يا نور مامو انا اللي لازمني فورنو انا ذاني فورنو انا ذاني نظل في الطرق ونظل عقب السيات كدا تحكي راسي واخر ساعه راسي الساروخ يحوس على الفورنو السي بن ثابت يحوس على الفورنو تانا نتعب نوض الصباح ونعت الناس السلعه وصول دام دام ونتغاضى على قلبي وسي الساروخ يحوس يدير لي فورنو ويبلع على باه يرقد تجي تقول هو مدام بقداش هادي بقداش هادي يقول ها ما نعرف يعود يرقد لي يحوس يرقد لي يحوس يرقد هاك تشوف هذو هما افة من افات المجتمع انه دير فورنو في الحانوت دير فورنو يا مدام ما تحت ندير فورنو مدام ما هي اللي دير فورنو راه رانا عتشلو محوايج قول دوك كومبليكس يهزو جوج دقائق ينسى الفورنو اللوزية اللوزية ولي حتى ما دم حتى دير فورنو قول لي حتى ما دم قول لي برك قول لي لا حتى ما دم حتى دير فورنو الأميات الفكرة هذه ثاني راهي متوفرة هذه بورت ماكياج كيما راكي تشوفي هكا مدام ها هذه قريبة خلاص هذه ثاني نفس الشيء سعر تاعها 150 وكاينه الاخرى الموديل الاخر ثاني كيف كيف هاو كاين يدير 170 وكاين المدور دوك نفرغوه شويه دوك شويه هكذا نفرغوه هو تاع مروان شرقي هذاك المدور ذا عيط لنا المروان نقول له عيط لنا المروان بورت ماكياج المدور هذيك تاع الدبشه تاعي وثاني تاع مروان ياك تاني ما راحش شفتي والو وحنا ما عندناش الوقت و سبايدر مان هما ينوش بكري ايه يا سبايدر مان نقول لكم شكون سبايدر مان الساسي الساسي بدا فيه الصاروخ سبايدر مان خالكم ينوضوا يسمعك واش قلنا وما يتبعش اللايف والله ما يتبع والله ما يتفرجوا غير العمر والله ما يتبع يروح يتبع لي لايف تاع الجماعه منهم من تاع الجماعه منهم من يتفرجهم هذه راه يقول لها كات بيس بات جراند بوكس هذه ب 30000 هذه ثاني مليحه وهذه ثاني مليحه يو كاينه واحد السلعه راكم غميتوها لنا دوك انا كيفاه نصور الامهات هذا يساعدكم بالبزاف طرحناه البارحه وخلصنا اليوم هذا باطا تاع البلاكي وامورات سوشوار عباك كي تخبي فيه هذا تاع العرايس تاع الامهات العمات الجدات المهم وين كانت ريحه النذا هذه تحتاجو وين كانت ريحة النذا هذه تحتاجو ب 75000 بركة مدام ماهوش غالي وما تندميش عليه اليوم تشري ب 75 واحد السمانة دوك تلقيه بواحد 100000 ها استغل يا وقولي ما قالهاش نعيم لي قوي يهضر برك انا مانيش نهضر برك انا على بالي واش راني نقول باطا بيض اللوزية اللوزية او او بورت كوستيم هذه بقات حبة هذه شي امهات يفهموها يعني يخبيو يغطي فيها الكوستيمات ومام العرايس يحتاجوها العرايس ثاني يحتاجوها هذه السعر تاعها كما راكم تشوفوا فيها هكا بعد هذه السعر تاعها كنا نبيعوا فيها ب 85 والله بقات الحبه هذه تاع الدبدوب نحسبوها لكم 50000 اللي جات الاولى بصحتها مبروك عليها تسمى كيما نقولوا انسان يخلي الطريق اللوزيه الله يبارك الله يبارك الله يبارك يا واش نشتي الجو هذا على بالك بلي بالدراهم ما يتشراش هذا الجو هذا بالدراهم ما يتشراش الله يبارك الله يبارك كو غير تقعد مسحبه للعام الجاي هذيك هي بركان تاع اثينا يخليها سحابات برك قولها عمي اللوزيه يا ولدي وين نلقى القرعه انا هذه نمرض على بالك هذو راهم عندي عصابه انا هنا
الكرسي اللي عندنا من القعده هذاك وين درتوه؟ او الكرسي اللي عندنا من القعده هذا سبيسيال للاطفال الصغار، يعلمهم القعده، السعر تاعو يدير 85000. كاين هكذا وكاين هذا ثاني لاباطونت، هذه لاباطونت تاع لي شيزونغليز، تعلم القعده ثاني نفس الشيء، السعر تاعها 50000. زيد خاوتي راح نقول لكم تحياتنا والسلام عليكم وربي يعاونكم والحلقه القادمه ان شاء الله.